اسمعوا 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 قبل ما تحكوا اي شيء قبل ما تحكوا اي شيء والله ما كنت متوقع هيك يصير والله اورجيكم شيء اثبات نزلت تويت اليوم حاس حالي لازم اعمل شيء عشان راس السنه مزح بداية المزح كتبت خلص بعمل فيديو عن ريم بيوتي والله والله ما كنت متوقع هيك يصير جد بعدين طلع الا فيديو في وجهي قلت لازم كنت ناوي اعمل فيديو عاطفي على اول السنه بس تاجل لبكره شيء هذا الفيديو اهم نارين عملت برنامج مواهب انا كثير مبسوط اسمع اليوتيوبرز لما يعملوا برامج يعني انتم متذكرين برنامج الاصدقاء تبع نور ستارز شو كان يعني يا اخي انتبه المسبح كثير غميق انا عارف اسبح بس لا تنط اوكي مشان ما يتوجع المسبح صح كل عام انتم بألف خير خلينا نحكي عن نارين بيوتي يلا عندك موهبه اوكي فببلش البرنامج بانهم حاطين ناس بمخزن وانس شايب هو مقدم البرنامج كيف ممكن يصير شيء غلط كيف 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 ممكن يصير شيء غلط كيف بفيديو اليوم حتشوفوا برنامج مواهب على قناتي الفكره ما بعرف كيف خطرت على بالي Arab's Got Talent America's Got Talent Arab Idol America's Idol Voice شو كمان في برامج شكرا كل برامج مواهب مش فكره بدهاش صناعه درة شو ايش كذا مرة بشوف على الانستغرام من متابعين الناس موهوبة يعني إذا بدي حاول أدعم واحد ورا واحد ورا واحد كتير صعب صراحة حلوة الفكرة حلوة جميلة يعني أنه بدها تدعم مواهب متابعينها يعني شيء كتير حلو أنه إذا ما بتقدر تدعمهم واحد واحد على الانستغرام ليش ما تجيب 10 منهم تعمل برنامج تدعم هدول 10 مش غلط أنا أول لجنة حكم واللي هي ما بعرف لو أنتم حاضرين برامج مواهب قبل بس دائما برامج المواهب بكون لجنة التحكيم مؤسسة من ناس متخصصة بهذا الموضوع ناس شاطرين يعني Arab's Got Talent مثلا علي جابر صحفي مستشار ميديا دايركتور بام بي سي يعني اسمع صحفي مرموق كثير في نجوى كرم مغنية كثير معروفة يعني اسمه مواهب مرموقة هاي ناصر قصبي ممثل أحمد حلمي ما أوش. خلينا نشوف مين هم جابوا مين الناس اللي حتحدد هاي المواهب تستاهل تتأهل ولا لا بيسان اسماعيل طبعا بيسان اسماعيل عشان ليش لا مفلاي هلا شوفوا بيسان فهمت بيسان بتغني نارين هي صاحبة الفيديو منطقة تكون بالفيديو مفلاي شو موهبته ايش انت بتصرف 100,000 دولار تأهلت 100,000 دولار حابب اقول لكم شيء الشيء عم تشوفوه اليوم ما انه برنامج Arab's Got Talent هو برنامج التسبيط طبعا هم حابين يحكوا لنا انه هذا مش Arab's Got Talent الاصلي عشان ما تلخبطوا انه في ناس ممكن تلخبط تفكر هذا Arab's Got Talent لا مش Arab's Got Talent اوكي يعني قرابه مش هو راح نبلش اقوى برنامج راح يكون بالعالم ما حكوا شو الجائزه لهلا طيب هو برنامج مواهب بس شو الجائزه راح يكون معنا رابح واحد الرابح معنا راح يتاهل لبيروت وراح نشوفه غد اوكي الرابح راح يتاهل لبيروت شوف في بيروت هو بس حكوا انه راح يتاهل لبيروت راح نشوفه هنا طب مبروك عليك روح بيروت بنشوفك هناك رح نحكي مع لجنه الحكم ونشوف شو الحماس اللي عندهم مو فلوكس كيفك الحمد لله تمام ايه شو رايك في الحماس اليوم كيف حماسك اكيد حماس اخ واضح كثير متحمس مو فلوكس طاقه ايجابيه يس اكيد حماس هذا حماسي للسنه الجديده انا هل البرنامج هذا في يعني اتفاق ولا يعني راح تضمن حدا او يعني كيف يعني في نصب هذا البرنامج طبعا اساس كل برنامج ما في غش ونصب انهم بيسالوا اول الفيديو لو في غش ونصب امبي كثير بستغرب من الناس اللي بيلعبوا كاراتيه يعني اسمع الكاراتيه رياضه اوكي بس ايش بضرب الهواء ليه ما بقري رياضيات بحس ان بضربوا حدا بس هدول بس هيك بيعملوا حركات بدون سبب ما بحس ما بتطبق بالحقيقه يعني شوف حدا تعمل له تعمل كاراتيه بليز ما تهجم عليه ايوه ما كثير اسمع ما بعرف ليش بس هيك الجو هيك بحسه غلط يعني تخيل تكون عم تلعب كاراتيه هيك بتعمل حركات كاراتيه انه بتعرف كيف رياضه فيها هيك ادب ابصر شو هيك اوكي بس هيك فينا ريم بيوتي بس هيك قاعده تعمل يا مان الشيء اللي عمله مختلف يعني مو موجود مو اي حدا بيقدر يعمل بتحسوها حافظه شو تحكي يعني واحد لعب كاراتيه ايش احكي عم تعمل شيء مختلف مو اي حدا بيقدر يعمل كاراتيه طبعا في هلا اهم جزء من تقييم الموهبه اللي هو شو بتحب توجه لهم كلمه من قلبك للجنه الحكم بحب اشكرهم على المحتوى اللي بيقدموه يا
تسأل الشخص الموهوب شو رأيك بلجنة التحكيم. دائما بتصير كل برامج المواهب هيك هيك بعمل. القي لهم كلمة واشكرهم اشكرهم. انا نصيب كات برق اني ما اقتل حدا لان انا بوكس مني الواحد بموت او بصير في غيبوبة. هينزلوا فايت هول. نايس. اذا اناس باكل قتلة راح اكل غصن من الشجرة تبعتي اللي بعمل فيها شغلات مش كويسة. حتى مش حلوة. فيها مي عشانه. اوكي فيها مي معفنة. اوكي ما حاكل. راح نعمل التصويت انه مصطفى راح يكمل معنا يروح على بيروت او راح يروح على البيت. اوكي حنشوف لو حيروح على بيروت ولا لا. هو اكيد كثير متحمس يروح على بيروت بدون سبب بس هيك. يا تروح على بيروت يا تروح على البيت اليوم. اوكي. انا بحكي لا صراحه عشان انس رقص. بديش اشوف انس برقص. سوري انت غير مؤهل عشانك خليت انس يرقص. انا بكتب بالمعكوس. كيف؟ بكتب بالمعكوس. كيف يعني؟ يعني العربي المفروض يمين لليسار. الانجليزي من اليسار لليمين. صح. انا بكتب العربي من اليسار لليمين والانجليزي من اليمين لليسار. ماد المواهب ليتس جو. موهبه. يعني انت بتعرفي كيف انه العربي الصح ينكتب من اليمين لليسار؟ بتعرفه صح؟ بتعرف كيف الانجليزي لازم ينكتب من اليسار لليمين انه هيك الصح؟ انا بكتبه غلط. هاي موهبتي يا ماد. كيف اكتشفتي هالموهبة اللي عندك؟ من عمري 10 سنين. اوكي فرجينا شو كيف اكتشفتي؟ هي عمرها 10 سنين اكتشفت انها بتكتب غلط. يلا شو نحكي غير؟ تخيل مثلا احلى هي حبيبتي في اليوتيوب. اوكي موهبتها طلعت صعبة جد. زي المراية بتكتب. لا برافو سوري تمسخرت على موهبتك. انا وات ايش عم بص ليش انا كثير حبيت تعابير وشك والله. واحده طالعه ترقص كيف نارين بدها تعطي هيك تعرف كيف حكم بس هيك بين عميقه ايش احكي حبيت تعابير وجهك طالعه ترقص الفن بالجسد بالرقص مش ذيك اللي رحت حضرت بوكسينج مثلا ماتش وبعدين حكيت تعابير وجههم مان عيونها عم يرقصوا مان مان علماء الرقص ما حكوا هاي كل الامور بخير ما انا عم بقول لك الواقع هو يا زلمه عاد عنده موهبه التمثيل فطلع بده يحكي مع حاله لا منطقي يعني اللي بصير بدك واسطه بدك مصاري حبيبي ما دال الصراحه شوف انا هيك برنامج ما بقدر اعمله عشان بعرف احكي للناس انه هاي مش موهبه اسمع ممكن ما بعرف اي حدا بيقدر يحكي مع انا بحكي مع حالي دائما لا حكالي خلف الستيج انه ممثل وبنفس الوقت مغني اوكي زلمه طلع عنده موهبه ثانيه ليتس جو ولك مو بضربك مو فلوج ما اسمع ما تخليني اسمعك اغنيتك شو هديك صرتي بعيده عني انت اليوم انا لحالي قاعد في النجوم القليل هو ما راح يعمل فيديو كليب تضحك على انت مش احسن اقوى من الزمان حورجيك مو فلوج فكر حالك بدك تفكر حالك شاطر بالقوه تيكت وان وي صنف اول اللقي يحس لو ماشين دخني كتري ما صرت عاطف اوكي ففي واحد جد شاطر راب طلع يعني ان شاء الله قريبا راح تعملي اغنيه معه مثلا والله انا ما عندي اي مشكله اوكي ف نايس صراحه دعمه موهبه هذا الرابر ممكن هلا يستفيد جد الناس تعرفه من وراء هذا الفيديو نشوف مين الرابح اللي راح يكون اوكي فهلا ايش هلا الختاميه هلا اي حدا جاب 2 او 3 نعم حينحط جنب بعض وبدون اي اسس راح يختاروا بينهم واحد يروح على لبنان بدون سبب كمان خلينا نشوف مين حيفوز متاكد انهم قاعدين برسموا شجره على الورقه مستحيل عم برسموا شجره متاكد انا شويه حماس توتر خليهم شوي هيك اكيد ما حبلش انا يلا انا متاكد هو عامل حاله بتنفس كمان بتعرف كيف دائما برس قلت لك بكون بتنفسوا بس مستحيل هو جد بتنفس هيك قاعد المرتبة الثانية والثالثة وكل حدا خسر هيك اوكي اعطوا كل حد جوائز شو الجائزة طيب بدي اعرف شو الجائزة الأولى يلا احكي ولا ما بحكوا شو الجائزة لا 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 سوري احنا حضرنا البرنامج كامل عشان بدنا نشوف مين بروح على لبنان جد بروح على لبنان ولا لا بدون بدي اعرف لا تخنقوني هيك وصلنا لنهاية أول حلقة لنا
جد بهنئكم على هيك برنامج جد صراحة كل شيء فيه روعة خاصة مقدم البرنامج. هذا كان الفيديو لليوم يلا سي يو جايز.